سيد الوزير، مؤخرا أعلنت الحكومة عن منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش للسنة الماضية. وقد خصصت الحكومة وعاء عقاري مساحته تناهز 1,000,000 هكتار، منها 300,000 هكتار تم توفيره لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى. نثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الحكومة سيدة الوزيرة لتطوير هذا النوع من الطاقات المتجددة، علما أن الحكومة راكمت تجارب في الطاقات المتجددة. المغرب كان رائد في الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، هناك أوراش كبرى للطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية في الأقاليم الجنوبية، ونريد السيدة الوزيرة التعجيل بهذا المشاريع ديال طاقة الهيدروجين الأخضر لتغطية الخصائص الحاصل. ندري أن هناك مشكل الطاقة الأحفورية حاليا، الطاقة الأحفورية تقريبا معظمها كنستوردوها، بغينا تجديد وبغينا الهدف ديال 2030 يتحقق، يعني نوصلوا ل 50% من الطاقة المتجددة. بغينا طاقة الهيدروجين الأخضر تنتشر على الصعيد الوطني وخصوصا الأقاليم الجنوبية لأن حباها الله بالشمس والماء. انتهى الوقت.